باش دير هذا المشروع الياس؟ بون، تطويرها استغرق حوالي 9 أشهر. 9 أشهر؟ 9 أشهر يعني مدة تبدو قصيرة، مانيش عارف أنا، كانت تبان لي حاجة كبيرة. لا، 9 أشهر باش هذا الدرون، باش وصلت لهذا الدرون اللي هديتها السيد الرئيس، كنت خادم قبلها وكانت عند تجربة أخرى. يعني المشروع هذا أكبر من 9 أشهر؟ أكبر، راه سنوات هذا المشروع. سنوات. أنا أذكر بأنه جامعة بالعباس، مانيش عارف إلا راني غلط ولا لا، أحمد الياس بن سالم، كان عندهم مشروع تاع طائرة بدون طيار في سنوات سابقة، والمشروع كان مسميه طائرة أمل. نعم، سمعت بهذاك المشروع. أيوة، هذا تاع 2016 2017، مشروع آخر هذا. مشروع آخر. طيب، ما مجالات الاستعمال تاع هذه الطائرة بدون طيار، هذا الدرون، ما هي مجالات استعمالها؟ هل الطائرة التي قمت بإنجازها الياس هي طائرة جاهزة يعني للاستعمال؟ نعم، جاهزة للاستعمال، حتى لي موديل تاع الاي اي تاعها وكاع كاع يمشوا عادي، تقدر تعرف على الاشياء، تفهم حتى لغة الانسان. ولا الحاجة اللي تميزها اكثر سيكو سي ديفيسيل باش تبري عليها. علاش؟ باسكو حنا لا ميسيون راح يديرها فقط الذكاء الاصطناعي، ماشي يدخل فيها الانسان. تسمى حتى لي دوني اللي تعتمد عليهم هذه الطائره المسيره بدون طيار، سيكو دي دوني انترن تاعها، ماحش تجيبهم من برا، ماحش تستعمل دي دوني اللي تقدر انت تبريهم.